السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلابنا وحوشنا، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. معانا درس جرامر النهاردة سهل جدا، بقية ريبورت سبيتش الكلام المباشر بتاعنا والكلام غير المباشر جرامر بتاع يونت 11، لما نحول السؤال بتاعنا من كلام مباشر حضرتك لكلام غير مباشر احنا بنعمل ايه؟ بسم الله الملك. أول حاجة يا حبايبنا، لما تبقى الجملة بتاعتك فعل قول بتاعها مضارع، ركز معانا الله يكرمك، احنا الدرس ده مش هياخد منها خالص. يعني بنحول كلمة say، بنحول كلمة say، واخد بالك انت، بنحول كلمة say او بنحول كلمة says، طبعا الفعل بتاعنا مفرد، بنحولها لكلمة I want to know، انا عايز اعرف، inquire بستفسر، I wonder بتساءل. وما تنساش يا غالي ان wonder قدام سعادتك بحرف ال A، لان في wonder، wonder بحرف ال A، سوري بالO طبعا، wonder يتساءل، لكن wonder بال A دي معناها طبعا يتجول او يتسجع. ممكن سعادتك كمان تقول I have no idea، ما عنديش فكرة، I don't know، I don't know يعني. Can you tell me، ممكن تقول لي، could you tell me، do you know. في كل هذه الحالات يا ابطال، نراجع سريعا كده، احنا كنا قلنا في الجملة الخبرية بنحول الافعال من مضارع نوديه الباست بتاعنا، من الباست نوديه باست بيرفكت، من مضارع لماضي، ماضي لماضي تام، بنحول كان نخليها كود وهكذا، بنحول كلمة ناو بنخليها ذن الاخر الحدوتة. هنا حضرتك اذا كان فعل القول مضارع لا تحول الافعال، هنا يا جماعة لو كان فعل قول مضارع مش هنحول الافعال، زي ما احنا قلنا مش هنحول ظروف الزمان والمكان، مش هنحول ظروف الزمان والمكان، الكلام ده امتى؟ اذا كان فعل قول مضارع. ما لو كان فعل قول مضارع خلي بالك يبقى احنا السبب اللي كنا بنحاول من اجله مش هنحاول من اجله، ماشي. لو كان الكلام بتاعنا في الماضي يبقى سعادتك هتقولي كده اهو، I wanted to know، او I inquired استفسرت. وخلي بالك عشان انا ما كنت هنسى ان كلمة inquire ليها two spellings في الانجليش، اولها اي او اولها اي، هي هيها، هتقابلك اولها اي او اولها اي هيها. طبعا I wondered تساءلت، I had no idea ما كانش عندي فكرة، I didn't know ما كنتش اعرف، او did you know. كده الافعال بتاعتنا في الايه، في لما تيجي تحول الجملة طبعا من كلام مباشر لكلام، او السؤال سوري، من طبعا من مباشر لغير مباشر. طبعا غير الكلام اللي قدام سيادتك على اللوحة ده هو، ممكن نحولها كمان لفيرب اسمه ask طبعا، او asked، وهو الوحيد في كل هذه الافعال اللي ممكن يجي معاه مفعول وممكن من غير مفعول. لو انت بص معايا كويس هتلاقيني كاتب لك بلس او ماينس، يعني with or without، بي او من غير. قبل ما نكمل، I wanted to know ما يجيش ورا مفعول، I inquire، I wonder، كل اللي قدامك ده ما بيجيش ورا منها مفعول يا شباب. منها اللي هيجي ورا مفعول مكتوب عندك بالخط الوحش دي كلمة ask طبعا، دي اللي هنحاول نجيب ورا منها ايه؟ نجيب ورا منها مفعول، اتفقنا؟ بعد كده حضرتك بنحذف علامات التنصيص، بنشيل الفاصلة الكوتيشن ماركس او السبيتش ماركس، بنشيل الكوتيشن مارك بنربطه بكلمه اف او بنربطه بكلمه ويذر لو كان السؤال طبعا معناه لا. وانا طبعا يعني عايز اقول لك حاجه، وانا مكسوف جدا وانا في نص هدومي والله، كلمه اسمها ايه؟ ايوه اقراها كده من خط المعفن ده، ادي الكلمه دي، فاكرها يا غالي ولا ناسيها؟ ها يا وحش، اسمها ايه الكلمه دي؟ طقس. جدع انت اشطر مني بكتير، انا عارف ويذر طبعا منظر، ده معناها طقس او الجو، الثانيه اللي فوق معناها اذا او لو. طبعا السؤال اللي هيكون معناه هل، اللي هو طبعا يس نو كويتشن، هنربطه بكلمه اف او باختها كلمه ويذر. السؤال يا حبيب قلبي لو كان سؤال بنربطه بنفس اداه الاستفهام، يعني سؤال بادئ بكلمه واي بنربطه بكلمه واي، الحدوته دي مش هنضيع ايه وقتنا فيها. ايه الفرق بين كلمه اف وكلمه ويذر؟ توكلنا على الله. افكرك باللي احنا كنا قلناه ايام الشرح بتاعنا، الفرق ما بين كلمه اف وكلمه ويذر ان هما الاثنين غالبا بيبقوا شغالين في الجملة. طيب امتى ما يقولوا شغالين؟ ده السؤال اللي يهمني. بسم الله الرحمن الرحيم، I called Bill. بص الجمل دي وجمع واكتب ملخصاتك واكتب اللي انت فهمته ووقف الفيديو وسجل وشغله تاني كأننا في الحصة. معلش احنا مش شايفين قبلك عشان الكورونا، الكورونا حيشاني والكمامة مغمياني. I called Bill to find out or not، ايوه امسك كده وصلي على رسول الله، or not جت في النص، شكرا، يبقى دي وذر، اف لا، يبقى اف مفيش حاجه اسمها اف، اسمها اف اور نوت، مفيش حاجه اسمها اف اور نوت، انا ما بعرفش اغني صوته وحش، مفيش حاجه اسمها اف اور نوت، لكن هي اسمها وذر اور نوت، اتفقنا؟ يبقى لو في بعض النقط بعد السبيس بعد الفراغ اللي عند سعادتك اور نوت هتختارها ايه؟ شطور، وذر طبعا. الفرق التاني بتاعنا، I called Bill to find out he really did go to Afghanistan or not.
جميل، ايه المنظر يا حبيبي الغالي؟ المرة دي اور نوت اللي انت كنت كاتبها يا مستر في النص حاططها في الاخر. طيب دي ايه الصح بتاعها؟ الصح يا حبيبي اف، هوبا، والصح يا حبيبي وذر، هبتين. يا لهوي، طب وانا هعمل ايه في الامتحان ان شاء الله اذا لقيت؟ اسمعني كويس، يرحمك الله وينجحك ويوفقك ويرزقك 99.9% يا رب كلكم، اللهم امين. في ده المفترجه دي سعادتك، لو لقيت في الاخر اور نوت تنفع الاثنين، اف وذر بالنسبه للانجليزي بتاع الانجليزي، امال بالنسبه للايجيبشن انجلش بتاع الامتحانات سعادتك تختارها ايه؟ سعادتك تختارها وذر، ولو ما لقيتهاش باخدها اف. فاكر الجمله دي؟ انا شارح حاجه قبل كده بالمنظر ده، هقول كمان مره ويا رب ما تنساني. اور نوت في النص هتختارها ايه؟ جمع كده يا ولا، نعمله زي ايه مستر محمد صلاح رياضه وحبايبنا بتوع الرياضه كلهم، مساله في رقم واحد. اذا لقينا اور نوت في النص هنختاره ايه؟ وذر. اذا لقينا اور نوت في الاخر في نمبر 2 قدام عليك اهو، سعادتك هتختارها ايه؟ هختارها اف او هختارها وذر. طب ده حط الاثنين يا مستر، يبقى اختارها وذر على بركه الله. طب ده ما جابش وذر يا مستر، اختارها اف عادي يعني، فكر كانك اعلامي. I called Bill to find out he really did go to Afghanistan or not. دي نفس الجمله، دي نفس الجمله عندك متعاده. معلش طبعا زي ما اتفقنا هتنفع تبقى اف زي ما قلنا، وتنفع تبقى ايه؟ وذر، وذر اصح. ماشي، الجمله اللي جايه I was wondering، انا كنت بتساءل to go for a swim. زي الفل، to go for a swim ده هنا في ايه بقى سعادتك؟ هنا في كلمه to ومعاها مصدر الفعل، شكرا، يبقى وذر واف غلط. مفيش حاجه اسمها اف تو، مفيش حاجه اسمها اف تو، ما يجيش بعد كلمه اف تو ومصدر الفعل. اتفقنا يا جماعه؟ ما يجيش بعد كلمه اف تو مصدر الفعل، وذر يجي معاه تو المصدر. يبقى افكرك كمان مره عشان حبيبي ما ينساش، اور نوت في النص هتختارها ايه يا غالي؟ اختارها وذر، جبنا تو بعد النقط يبقى نختارها وذر طبعا زي ما انت يا محروس. later فيما بعد I argued with the doctor about ايه دي؟ استنى 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 استنى, استنى. later I argued with the doctor، انا عملت جدال مع الدكتور about 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 ايه دي بقى ان شاء الله؟ دي اللي بيسموها preposition. ايوه prep، ما علينا، بيسموه حرف جر. اذا في عندي سعادتك preposition حرف جر جاي قبل القوس، يبقى اف بره اختارها وذر، اف ما بيجيش قبل حرف جر. فكرك بكلمه هو كما بيجيش قبلها حرف جر، عندي حساسيه منه، فسعادتك هنا اهو اختار كلمه ايه؟ وذر على طول. يبقى وذر اجباري كم مره حتى الان؟ عد معانا كده في ثلاث حالات، اور نوت بعد النقط، تو ومصدر بعد النقط، حرف جر سبقها. الجمله الاخيره دي متعاده، مش متعاده الجمله كانت متعاده الفكره. The police seemed mainly interested، الشرطه كانت تقريبا يعني مهتمه ان، شكرا، يبقى سعادتك برضو كلمه ايه؟ وذر، عشان في عندك ايه؟ حرف جر. غير الاشكال قدام سعادتك دي، فطبعا بيبقى في كلمه اف او كلمه وذر هما الاثنين بيبقوا صح، وطبعا في الامتحان مش هيجيب لك الايه الجمله والاثنين ينفعوا، وان كان عشان بس الامانه يعني بيحبوا هما يختاروا كلمه وذر طالما سعادتك عامل حاجه اسمها تشويس. ايوه تشويس يا ولا، يعني في كلمه ايه؟ في كلمه اور، يعني اي اسكد هيم whether he would go out or stay at home. طب هي لما تبقى موجوده كلمه اور لازم وذر، هما بيفضلوا وذر عن اف، يعني اف مش غلط؟ لا اف مش غلط، لا اف مش غلط. ماشي، نيجي بقى اهم حاجه، احنا كنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، لما نيجي نحول الجمله يا جماعه ركز معايا عشان عايزك تتعلم ازاي تحل، عشان اخواتنا لسه بيقولوا لسه بنحل غلط وبنتلخبط وفقدنا الثقه في نفسنا. لا تفقد الثقه ولا حاجه، الحكايه سهله جدا، ولا شك الدبوس وربنا. اول حاجه يا محترم، احنا في الجمله الاستفهاميه هندور على ايه؟ في الجمله الاستفهاميه هندور على حاجه سميناها معاك، ها سميناها اللي انا بكتبها بالعربي دي، فاكرها سعادتك؟ شاطر بسم الله ما شاء الله، ترتيب خبري. ترتيب خبري حضرتك، ترتيب خبري يعني ايه؟ ترتيب خبري يعني فاعل ثم فعل، يبقى لازم بعد كلمه اف، ايوه، لازم بعد كلمه وذر، ايوه، لازم بعد كلمه وين، ايوه، يكون عندي ايه؟ يكون عندي فاعل ثم ايه سعادتك؟ ثم فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. هي اسك مي اف، هات في الاول غلط، اخص عليك ما تفكرهاش. ديت في الاول غلط، ما تفكرش فيها. ويل في الاول غلط، سعادتك ما تروحش عليها. الصح يبقى اي هاد جن، ولا سحر ولا شعوذه. حلينا جمله يا باشا واحنا ايدينا في اللبن. خدت بالك؟ عينك على ايه يا محترم؟ عينك على
ترتيب خبري، بسم الله الرحمن الرحيم. جملة رقم 2، he asked if help him، بسم الله الرحمن. كان في الأول سامعك وانت بتقولها غلط، كود في الأول غلط. اي جميلة جميلة، اي دي بنت حلال. اي في الأول جميلة، اب كلمة كان اخي حقيقي اخي، مش معنى يا ولا اصل، اهي اهي دي ماضي ماضي. اذا كان فعل قول ماضي غير جوه يا هندسة، يبقى الصح انها هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى اي كود بالمنظر قدام سعادتك ده. Your mother asks what your plans. لحظة 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 لحظة، ايه ده ايه ده ايه ده؟ asks فعل قول ماله، اوبا ده فعل قول مضارع. يبقى في الحالة دي احنا هنسيب الجملة على اصلها. ايه معنى السؤال؟ ماما بتسأل، مامتك بتسأل. Your plans خططك for the next week، للاسبوع القادم. الاسبوع القادم ده ايه يا محترم؟ الاسبوع القادم ده مستقبل حضرتك. طب وكلمة وير دي؟ يا الله دي ماضي، ليه ما تحولهاش؟ لا. طب وكلمة هاد؟ دي ماضي تام بعيد قوي. طب وكلمة هاف؟ طب في حاجة بالله عليك، الله يسترك يا شيخ دنيا واخرة وينجحك في الامتحانات، في حاجة اسمها your plans have for the next week؟ لا طبعا. لكن your plans are، هي خطة طبعا. السؤال معناه ما هي خططك؟ يبقى السؤال بتاعنا يبقى عندك what your plans are for كذا. She asked me she could help me with my homework. جميل السؤال. اولا she asked me، سالتني كده. الكلام ايه؟ كده الكلام بتاع سعادتك في الماضي، او دي جمله استفهاميه. ذات ما بتجيش في الاستفهاميه، ما بنربطوش في المباشر وغير مباشر بكلمه اسمها فور. صح، مع السلامه. ويذر، في اتنين ويذر يا ولا، دي ويذر اللي معناها طقس، ما ينفعش معانا الصح بتاعنا، هتبقى ويذر اللي قدام سعادتك ده هي زي ما انت معانا. He asked me if he help me، سألني إذا كنت أنا أقدر أساعده. نرجعه كمان مرة، asked الفيرب ماله؟ الفيرب في الباست في الماضي، يبقى عايزين أفعال مالها؟ سمعني صوتك، تم تحويلها. ما هو سعادتك عندك كم شرط يا محترم؟ عندي شرطين يا اسطى، اللي هم إيه يا بليا؟ الترتيب الخبري والترتيب، وإيه الشرط التاني؟ فعل ماله؟ فعل محول. ما هو أنت الجملة الاستفهامية دي وربنا اللي يغلط فيها في الامتحان ما يبقاش حمار، لكن يبقى دونكي. واخد بال حضرتك بمنتهى البساطه؟ عينك على ايه؟ عينك على حاجتين، ترتيب خبري وفعل محول، ترتيب خبري وفعل محول بمنتهى البساطه. ويل المفروض تحول تبقى وود، سيبك منها. كان بتحول تبقى كود، سيبك منها. ماي تحول تبقى مايت، فكك. يبقى الصح بتاعنا كود، وانت في الهوا بتحل. هي وونتس تو نو، هوبا بابا بابا. الله الله الله، هي وونتس، ايه ده يا محترم؟ ده فيرب سعادتك في المضارع. جميل. اف اوبا، يبقى انا عايز اول شرط. دور الاول على اول شرط، شي في الاول. جميله، شي في الاول. وص في الاول، اخي ارميها بره. اس في الاول، اخي ارميها بره. اتفضل، عندي سعادتك حاجه من اتنين، يا اما شي واز ستادينج يا اما شي از. فعل محول يا مستر، انت كاتب اهو. يا ولا يا ولا يا ولا يا وحش، يا ولا يا وحش، يا ولا يا اجلي، يا نوتي. الفيرب عندك وونتس ماله؟ مضارع. هيطلع لك واحد فلوطه دلوقتي يقول لك طب ما هي الجمله دي ممكن تبقى ماضي يا مستر. يا حبيب قلبي، ايه اللي يثبت انها ماضي؟ هتقول لي ما هي اللي يثبت انها مضارع، ان الفعل بره مضارع يا اسطى، وما حطلكش اي حاجه تثبت اي شيء يثبت انها ماضي. طالما الجمله يا جماعه ما ترملهاش حاجه تثبت زمان تبقى مضارع. طالما سعادتك ما بتحكيش عن حقيقه تاريخيه ولا عن اثر ولا حاجه انتيكات وتحف، تبقى الجمله زي ما هي يا باشمهندس. يبقى الصح بتاعنا شي از ستادينج بمنتهى البساطه. They me whether I was ill. حلو قوي. said ما بيجيش وراها مفعول، عندك حق. صدق told وراها مفعول كلمة me. استنى يا باش مهندس، بس كلمة told دي ما يجيش معها whether. told دي في الخبرية عايزة كلمة ذات أو تبقى ذات محذوفة. صدق، برافو عليك، يبقى told غلط. wanted to know. لا 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 لا، يا سلام، إيش معنى لا 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 دي؟ إن شاء الله عشان wanted to know ما بيجيش وراها كلمة me، ما ياخدش object ورا منها، يبقى دي بره الليلة. الصح بتاعنا asked me بس، يبقى she أو they asked me whether I was ill. كمان جملة، he asked me I had traveled by train to Alexandria or not. أبا با، تنفع كلمة that؟ لا، ما بتجيش في الجملة الاستفهامية. تنفع كلمة where؟ يعني هو سألني أين سافرت بالقطار إلى الإسكندرية؟
انت تعبيط يا عم انت، ما هي اسكندريه مكتوبه في الجمله، يبقى ويذر دي غلط. يبقى هو اكيد لما سأل هنا قال لي ايه؟ قال لي هل حضرتك رحت اسكندريه بالقطر ولا رحتها بحاجه تانية غير القطر؟ جميل، بس هل دي يا استاذنا بتاخد كلمه اف وبتاخد كلمه ويذر؟ اه، وربنا كلامك مظبوط. طب وده جه في الاخر يا مستر وكتب لنا اور نوت. يا عيني عليك يا واد يا لماح يا اللي اشطر من ابو تريكه، حلو قوي. طب ايه الحل دلوقتي ان شاء الله؟ ولا حاجه، مش هو كتب اور نوت في الاخر؟ اه، مش الانجليز بيعوزوها اف وبيعوزوها ويذر؟ اه. طب والمصريين عايزينها ان شاء الله؟ المصريين عايزينها ويذر. خلاص، اربط الدونكي مطرح ما عايزه الاونر بتاعه. الاونر عايزها ايه؟ عايزها ويذر. طب هي ويذر ان شاء الله، بس كده اهو. I wondered if he many points. جميلة الجملة، بسم الله الرحمن الرحيم. I wondered، شوف دخلتك على الجملة منين، مش من الشباك يا حرام، يخش الجملة من بابها. I wondered مالها؟ I wonder دي ماضي، جميل. وير سكور يا ولا يا وحش، مش محول. كود سكور، حلوة حلوة. هاز، هاز في دماغك، اخص عليك، هاز مش محولة. سكورز يا ولا يا وحش، ده مضارع ما تحولش. الصح بتاعنا كود سكور بس. حضرتك الحمد لله على السلامة. She asked me I scored a famous goal. يا بركة دعاك ياما. Not to، عايزة مصدر يا هندسة. هي اسك تاخد معاها نوت تو. اه، امال ايه تاخدها لو الجمله كانت امر او كلمه طلب؟ ما ينفعش. تو عايز ورا منها مصدر يا دكتورنا، ما ينفعش. طب كلمه ذات، ذات في دماغك ولد خلبوص. صح بتاعنا تبقى كلمه اف. سالتني انت سجلت هدف فيمس مشهور قبل كده ولا لا؟ Did you think they promise؟ هنا في علامة استفهام منسية في الآخر، أنا آسف منسية، عشان بس عشان أنت إيه، مش عادة كوتشة، ما إيه كوتشة ماركة أحمريكة هي ومنورة الشاشة. بسم الله. وود كيب، الجمل يا اخواننا من 11 اللي جايين دول مش موجودين في المذكره اللي معها سعادتك، دي جمل زياده، حسيب سعادتك تفكر فيهم كده فهمت ثانيه ثم انا اخبطك الاجابه. Did you think that they، استنى بس، هو ده سؤال غير مباشر؟ اه، ورب العزه والذي رفع السماء بلا عمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ديد ولا دو؟ ديد يا ولا، انت مش شايف ولا ايه؟ ماضي، يبقى دور على حاجه محوله. وونت كيب مش ماضي، مش محوله. are keeping مش محولة. have to keep مش محولة. الصح بتاعنا يبقى would keep. برافو عليك. طب استنى بس، مش انت قلت بنعمل ترتيب خبري؟ اه، بنعمل ترتيب خبري، حلو جدا سعادتك. طب فين كلمة اف وكلمة وذر وما اعرفش ايه؟ يا حبيبي هنا السؤال بيقول لك هل تفتكر ده ذي، دي كأنها بالظبط جملة ميكس ما بين السؤال وبين الايه، وبين الجملة الايه الخبرية. I insisted that he، دي جملة شبه الامتحان اللي هو كان الاكزام نمبر 1 اللي احنا جاوبناه معاك لو انت متابع معانا وما انتش نايم في مية البطيخ. بس دي جملة غريبة قوي. insisted دي ماضي صح؟ اه ماضي. وهي ده مفرد. اه برافو عليك ولد شاطر حبيب قلبي. تبقى دي pays يا مستر ولا was paying عشان دي جملة محولة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. الجملة دي سعادتك هتختارها pay. تقدر تقول ليه وانت بتسمع هذا الفيديو القصير؟ اه اقدر اقول لك، عشان احنا قلنا لسعادتك ان اذا كان عندي ها insist و persist و recommend و suggest و it's important و it's necessary و it's essential، بنجيب ورا منهم فاعل ثم بنجيب هنا بعد الفاعل ده حضرتك حاجة من اتنين اسمه infinitive، فعل في المصدر، او كنا بنجيب حاجة سميناها. الله عليك يا ولا يا حمو، سامعك، يا اما شود وايه وانفينيتيف، جدع بنت عفاف. طبعا الجمله كده تبقى ايه اللي سميناه مضارع الشك سبجنكتيف. سيبك من التسميه، ما علينا، هنختار طبعا بري عشان عندك كلمه ايه انسيست، كمان جمله حلوه شبه الجمل اللي كانت عندك في الامتحان. ات از اسينشال، طبعا انه ضروري. that she smoking، جميل. she دي مفرد، تاخد gives مفرد في دماغك ولد خلبوص. يا دي عبد الصمد، it is essential اهو، it is essential. عبد الصمد احمد رمضان سامعني ولا بتطنش فيديوهاتنا؟ سعادتك هنا اهو بعد كلمة it is essential و I insist واخواتهم هنجيب infinitive. يعني infinitive يا مستر ده؟ يعني فعل في المصدر بدون اي اضافات. انت نسيت كلام مثل شرح ولا ايه؟ كمان جملة I don't enjoy، دي علاقة، دي جملة حلوة عجبتني وانا بختار لك حبة جمل كده رغم انها ملهاش علاقة بالدرس بتاعنا، قلت احطها لك والله بصراحة. انت عارف الواحد مش بيستخسر في نفسه حاجة يعني. I don't enjoy، enjoy عارف، عارف enjoy دي عارفها، ده فيرب من الفيربات، جمع فيرب فيربات، فيرب من الفيربز اللي بيجي ورا منها ing، يبقى laughed ما ينفعش حضرتك ولا to laugh ما ينفعش، ما يجيش ورا منهم لا ده ولا ده. فضل laughing وتفضل being laughed
at by other people. يا سلام تاخد الجملة كده سعادتك بالراحة وترجمها. أنا مش بستمتع إيه الآخرين بواسطة الآخرين، إن أنا يضحك عليا من الآخرين، تبقى الصح بتاعنا being laughed at by other people، عشان الجملة مالها؟ ها الجملة كده سعادتك بس بمبنية مجهولة. ده الدرس بتاعنا يا سعادتك.